بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، في هذا الفيديو سنخصص طبعا للحديث عن السبب الذي أدى إلى هذا التذبذب الليلة. يعني قبل إغلاق السوق بحوالي ساعة، ساعة ونصف، كان في تذبذب شديد للذهب. إذا لاحظتوا لما كان ماشي لمنطقة 2305 وصلها، وكان على شفا أن يخترق 2307 ويتابع، فجأة انخفض وصل 2290، ثم عاود الصعود، ثم عاود الهبوط لمنطقة 2280 تقريبا، ثم عاود الاستقرار. ما سبب هذا؟ طبعا في بعد الساعة 10 مساء الليلة الماضية بتوقيت مكة المكرمة، يعني يوم الخميس اللي هو قبل حوالي ساعتين ونصف، كان الذهب يمشي بسلاسة حسب التحليل الفني إلى 2305 وصل، وكان يتوقع أن يخترق، لكن فجأة انخفض. لماذا انخفض؟ في هذه الأوان انخفض لأنه كان في مسؤول في الفيدرالي الأمريكي قال في تصريح له إنه يمكن ما يكون في هذا العام 2024 تخفيض لسعر الفائدة. انخفض من 2305 الذهب فجأة إلى 2290، يعني انخفض حوالي 15 دولار مرة واحدة، وعاد ليرتفع قليلا، ثم عاد لينخفض إلى أكثر، إلى قرب 2280، ثم عاد إلى الاستقرار. طبعا هذا التصريح ليس مؤكد، إنما هذا التصريح هو سبب هذه الهزة في الذهب، ولا يستبعد أن يكون للماركت ميكر دخل بهذا الموضوع. إذن هذا هو سبب الذي تذبذب فيه الذهب. للأسف في هذا التذبذب يعني كثير حسابات تلكودت وخسرت للأسف بيعا وشراء، لكن إحنا كما تعلمون في أوقات التذبذب القوية هذه لا نعطي توصيات ولا نعطي توقعات ولا تحليلات. لماذا؟ لأنه إحنا بنحب ندخل التوصية على أجر ثابته لما يكون السوق ثابت. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.